مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على تسمية سعد الحريري رئيسا لوزراء لبنان وفرصه في تشكيل الحكومة الجديدة، ينضم إلينا السيد فرانكو عبد القادر، الناشط السياسي اللبناني، عبر سكايب من مدينة زيورخ بسويسرا. أهلا بكم سيد فرانكو. بداية، لم يكن من الصعب تمرير تكليف سعد الحريري لاعتماده على المستقلين في الأغلب، لكن برأيك ماذا عن تشكيل الحكومة؟ هل ستكون سهلة للحريري؟ بداية مساء الخير، تحية لك وللمشاهدين الكرام. بالنسبة لتأليف الحكومة، أظن أنه أكيد رح يكون كمان التأليف مبسط وكمان سريع مثل ما كان التكليف، نظرا لأنه حزب الله اللي هو عراب هيدي القصة كلها، عراب تكليف سعد الحريري بكل تفاصيل التكليف، رغم أنه حزب الله لم يكلف سعد الحريري، إنما أكيد عمل حزب الله جاهدا على أن يأمن الأصوات اللازمة لتسمية سعد الحريري رئيس للحكومة، وبالتالي أكيد حزب الله رح يعمل كل جهده لحتى تتألف الحكومة بكل سرعة وسهولة طبعا، لأنه هو مثل ما مبين داعم سعد الحريري. وهو أكيد اللي وصى كل حلفائه، مش بس فقط المستقلين، حتى المستقلين اللي بيدوروا بفلك ايران وصاهم كمان انه يكلفوا سعد الحريري، وبالتالي اكيد تاليف الحكومه انا برايي رح يكون كمان بسرعه، طبعا بحجه انه انقاذ البلد. يعني هناك نقطه بس اود ان افهمها من حضرتك، حزب الله الطرف الايراني يحاول أن يكلف أو يعني دعم سعد الحريري في تكليفه وهو يوالي أطرافا مناهضة، يعني كيف يمكن أن نفهم هذه النقطة؟ عفوا، نحن بعرف أنه حزب الله هو اللي بيسيطر على الحياة السياسية والبرلمانية بلبنان والأمنية طبعا، وحزب الله يعني هو اللي مسيطر على الدولة اللبنانية، الكل بيعرف هالشيء، فرنسا كمان بتعرف هالشيء، وأمريكا والولايات المتحدة والسعودية وكل الدول العربية بتعرف أنه حزب الله هو اللي مسيطر على لبنان، وبالتالي حزب الله عنده كل حلفائه طبعا، وهو يعني يملك الحصة الأكبر بمجلس النيابة عبر قانون أهدية سعد الحريري، قانون انتخابي، فخسر سعد الحريري، السيد سعد الحريري خسر مقاعد كثيرة بالمجلس النواب لمصلحة حزب الله. حزب الله بصراحة هو يعني أكيد عنده حلفاء، هو أملى عليهم أنه يكلفوا سعد الحريري. السيد سعد الحريري أكيد ما في أي صداقة أو أي تحالف مع الحزب القومي السوري. الحزب القومي السوري هذا اللي قام بسبع أيار، هذا اليوم المشهود عندما اجتاحت ميليشيا حزب الله والحزب القومي السوري وحركة أمل بيروت وحرقوا مكاتب تيار المستقبل، هو الحزب القومي السوري كان أحد الذين اقتحموا مكاتب المستقبل وأحرقوها. طيب، واليوم ممثل الحزب القومي يعني عفوا هو كمان كلف سعد الحريري وصوت له أنه يتولى رئاسة الحكومة. هناك خفايا في الموضوع، لكن من الظاهر نتحدث عن الحريري، بعد تكليفه صرح بأن على الشعب أن لا ينتظر المعجزات. ماذا يملك الحريري من أوراق لإخراج لبنان من أزمته، لا سيما وأن أسهم سعد الحريري لم تعد كما كانت مع الدول الإقليمية الداعمة؟ صحيح، بالفعل السيد سعد الحريري يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرة الفرنسية وعلى دعم صديقه ماكرون. ماكرون أكد لما إجا على لبنان بعد انفجار المرفأ اللي بيشبه انفجار نووي، إجا ماكرون بمبادرة فرنسية زعما منه أنه بده يصلح الوضع بلبنان وبده ينقذ الشعب اللبناني، بس الشعب اللبناني لاحظ مع الوقت أنه ماكرون ما إجا على لبنان لينقذ الشعب، إجا لينقذ حي الطبقة الفاسدة ويحافظ على المنظومة على الستاتيكو الموجود بالبلد، لأنه فرنسا عندها مصالح كبيرة مع إيران، الداعم الأول لحزب الله ومع حزب الله بذاته، فبالتالي سعد الحريري ما عنده عصا سحرية ليحرك فيها الاقتصاد، بده يعتمد بالدرجة الأولى على المساعدات الأجنبية، ومنها طبعا الأموال اللي أقرت بسادر. المؤتمر لدعم لبنان عقد بفرنسا بباريس برعاية فرنسية، بالدرجة الأولى عم بيحاول يعتمد عليه سعد الحريري، وبالتالي يمكن مساعدات من بعض الدول العربية، وأنا يعني ما بعتقد أنه رح يكون في مساعدات من الدول العربية، لأنه أنا شايف أنه هيدي الحكومة اللي جاي كمان رح تكون مثل سابقاتها، يعني 16 سنة بالحكم حزب الله
والمنظومه هي ذاتها وسعد الحريري والباقون يعني ما قدروا يغيروا شيء، ما معقول هلا بشهرين. ما قيمه هذه المساعدات الماديه ان جاءت في بلد الفساد فيه اصبح مؤسساتيا كما وصفه الرئيس عون؟ قال بانه الفساد في لبنان اصبح مؤسساتيا منظما متجذرا في السلطه والاداره. يعني حضرتك تتكلم الان عن مساعدات قد تاتي من بعض الدول العربيه، وان جاءت هذه المساعدات هل لها ان تحقق شيئا في لبنان والفساد فيه اصبح مؤسساتيا منظما؟ استاذ الكريم عفوا، انا لم اقل ان هناك مساعدات قادمه من الدول العربيه. قد تأتي. انت سالتني على ماذا يعتمد سعد الحريري؟ انا قلت ربما يعتمد، ربما يعتقد ان هناك مساعدات عربيه قد تاتي الى لبنان لتنقذ الموقف. وهذا ما قلته لك ايضا سيدي الكريم، قلت ان كانت قد تاتي هو ايضا الاحتمال. يعني وانا ما بعتقد انه هناك، اذا اتت مساعدات اكيد رح تكون تحت شروط معينه، مثل ما كمان اقر مؤتمر سادر انه اذا بدها تيجي مساعدات بدها تكون يعني الحسابات كلها شفافه، وبدهم كمان يشرفوا عليها اداريين اجانب وكمان اداريين عرب في حال اتت من دول عربيه. وطبعا بوجود هلا حزب الله ومنظومه حزب الله ما بعتقد انه رح تيجي مساعدات عربيه، لانه نحن كلياتنا بنعرف، سمعنا خطاب جلالة الملك قبل حوالي 3 أسابيع من اليوم، وقال انه اي حكومه فيها اي طعم من حزب الله اكيد ما حنوافق عليها ولا رح ندعمها ولا رح نوقف حدها. يعني هذا كان كلام صريح وواضح، بمعنى انه ما حيدعموا اي شيء، ما حيعطوا لبنان اي مساعدات وما حيدعموا الحكومه اذا كان في مجرد شك انه حزب الله رح يشارك بالحكومه. وانا بعتقد انه اكيد حزب الله ما رح يترك كل شيء هيك، لانه يعني العيون اللبنانيين اكيد بده يضلوا مشارك بالحكم ولو بمشاركه مقنعه. سؤالي يعني الاخير لك سيد فرانكو وباختصار شديد، عفوا لضيق الوقت، وهنا نأتي إلى الجزء الأهم في الدولة اللبنانية وهو الشارع اللبناني المنتفض والذي أسقط حكومة الحريري. هل سيقبل الحريري بدورة جديدة؟ هل سيقبل الحريري بدورة جديدة؟ والله هالشيء بيعتمد على الأسماء اللي بدها تيجي لتشكيل الحكومة، اللي بده يكر اللي أسماء الوزراء مهمة كتير بالنسبة للشعب اللبناني. الشعب اللبناني يعني منه شعب بسيط، وأكيد بيعرف يعني العنوان يقرأ من المكتوب يقرأ من عنوانه عفوا، وبالتالي أي أسماء رح تجي رح يعرفها دغري الشعب. إذا هيدي بالفعل أسماء اختصاصيين غير موالين لأحزاب السلطة أو اختصاصيين أو سياسيين مقنعين جايين ليدعموا سلطة الفساد اللي كل الشعب اللبناني انتفض عليها ب 17 تشرين السنة الماضية. أنا بأكد لك إنه تفضل. شكرا جزيلا لك سيدي فرانكو، أنا أعتذر منك ولكن الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني، كنت معنا عبر سكايب من مدينة زيورخ بسويسرا.